يعني يوجد في هذا المحفل أعتقد من هم يعني يعرفون الجانب الاقتصادي للوثيقة أكثر مني، وأنا أتشوق الاستماع لآرائهم، لكن أنا هتكلم ده من زاوية الاستراتيجية العامة للدولة. النقطة الأولى في الموضوع إن هذه هي الوثيقة الثالثة منذ ثورة يونيو، يعني منذ 30 يونيو 2013 كان عندنا وضع الدستور، ثم رؤية 2030، ثم هذه الوثيقة. هي وثيقة يعني جاءت بعد تردد، يعني نلاحظ أن جرى الحديث عنها لفترة، ثم قيل أن ذلك بعد انتهاء شهر رمضان، ثم جاءت الوثيقة وطرحت للنقاش المجتمعي. ففي يعني جزء من زي الحمل كده، والوضع فيه جزء من جاءت بعد مخاض، يعني بعد مخاض من التفكير والرغبه في التفكير. والنقطه الثانيه في الموضوع ايه المرجعيه بتاعت هذه الوثيقه، وربما كنا ذكرناها في حلقه سابقه، والوثيقه نفسها تذكرها انهم اعتمدوا على تجربه 30 دوله ودول أخرى وضعت وثائق مشابهة، ونلاحظ أنها الهند والصين وإندونيسيا. اللي احنا قلنا أن المرجعية الأساسية للتجربة المصرية الحالية اللي بننظر إليها على أنها يعني اللي هي الدول الصناعية الجديدة، بالذات تلك الموجودة في آسيا وصعد منها النمور والفهود، لم تعد النموذج الأوروبي كما كانت لأجيال سابقة، وإنما كيف أن دولا نامية مغرقة في التخلف نجحت انها تصعد وتصعد بسرعه. فهذه هي المرجعيه الاساسيه لهذا الموضوع، وده يقودنا للنقطه الثالثه اللي هي نقطه الانطلاق فيها التي ذكرت اعتقد من الاستاذ نشأت في مساله التعامل مع القطاع الخاص. ويحضرني في ذلك ان الموقف من القطاع الخاص منذ السبعينيات، يعني كما ذكر ان ورقه اكتوبر هو من الامور اللي فيها مشكلة داخل الثقافة الاقتصادية المصرية بشكل عام، سواء ما يوجد من نظرة للقطاع الخاص أو ما يوجد من النظرة للدولة. وأنه يعني لسبب أو لآخر كنا نندفع، أو يعني يحدث نوع من القبول بعلاقة يقود فيها القطاع الخاص الاقتصاد القومي كما هو حادث في كل الدول المتقدمة في العالم، إلى التراجع عن ذلك لأسباب متنوعة. يعني فالمرة دي هذه المرة جاية على فكرة التخارج، ودايما بيبقى في كل وثيقة كلمة حاكمة وأحيانا بتبقى جديدة، يعني واضح أن في تجنب لكلمة الخصخصة اللي هي كانت سيد سمعة في وقت سابق، بقى لها سمعة، ومحدش ربنا يحمي كلمة التخارج من مثل هذا السوق بعدين يعني فيما يلي من مداولات. لكن هناك خريطة للتخارج، سواء التخارج الكامل للدولة أو التخارج المشترك أو التخارج الانتقائي حسب القطاعات وحسب الموضوع. يعني فيما أعتقد أن ذلك هيبقى عندما ننتقل إلى الخطوة الثانية، هيبتدي يعني زي ما بيقولوا إيه، أنا رأيي دايما أن الملائكة والشياطين يكمنون في التفاصيل، فلما هنشوف نتجنب مش بس الموضوع الشياطين. يعني أنا بأضيف لأنه لازم نعرف، ما احنا عندنا خريطة أوريدي، خريطة استثمارية وخريطة بالمشاريع الخاصة، يعني عندنا حفر قناة السويس تم تشارك ما بين أوراسكوم وما بين الدولة في عمليات، في مشاريع عملاقة دخل فيها القطاع الخاص ومشاريع أخرى لم يدخل. فإحنا عندنا تحديد الحدود دي دايما بيبقى فيها مناطق رمادية، نأمل أنها تكون واضحة إن شاء الله. النقطة الرابعة والأخيرة زي ما بيقولوا واتس نيكست، يعني دائما يعني اعتقد ويوجد هنا من جيلي ايضا من يعرف التردد ازاء هذا الموضوع، امر الا يحدث هذه المره، ان احنا يعني ان الاوان وقد بنينا بنيه اساسيه قويه، توجد مدن جديده،
انه إدارة هذه العملية كلها يعني تتعامل مع المشكلة الأزلية اللي هي دلوقتي ضغطة على الدولة المتعلقة بالفجوة التمويلية. الفجوة التمويلية دايما بتحدث يا إما فجوة نتيجة الاحتياج أو تحدث نتيجة الطموح. إحنا المرحلة الحالية هي سقفها الطموح، وآمل ألا يتم تغيير ذلك ويبقى إدخال القطاع الخاص هو إضافة إلى الموارد التي تصحح هذه الفجوة.